السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد بدنا نشرح أداة مجانية جديدة. ميزت هاي الأداة إنها مش بس شغالة على أندرويد، ميزتها كمان إنها شغالة على الآيفون. فري يعني مجاني، مجاني من صاحب الأداة نفسها، يعني ما في أي خانات عشان الاشتراك أو إنه مدفوعة أو كذا. فهي الأداة مجانية 100%. راح اترك لكم طبعا رابط تحميلها بالوصف، وراح اشرح لكم اياها الان تفاصيلها. الفيديو اللي بعده راح اعمل فيديو لتليفون ايفون 7 بتخطى فيه حساب الاي كلاود زي ما هو موجود على الاداة بشكل مجاني. يا ريت بالبداية تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا بس بنشرح على الادوات المجانية. خلينا نبلش في الفيديو. بالبداية راح اترك لك رابط تحميل الملف. الملف ما في اي باسورد، يعني مجرد ما ضغطت كليك يمين وعملت اكستراك راح يفتح معك الملف بالشكل هذا. هذا اخر اصدار، اخر تحديث من كم من يوم مباشرة، بس يفتح معك البرنامج بالشكل هذا. بتفتح البرنامج من هاي الخانة، تعمل له يس. مجرد ما فتح معك البرنامج، هاي الشاشة الواجهة الرئيسية. هلا هون طلب منك يوزر نيم وباسورد. شو بدك تعمل؟ بدك تعمل ريجستر نيو اكاونت. بدك تضغط عليها وتعبي اليوزر نيم وتعبي الباسورد وتعمل ريجستر. راح يبعث لك كود على الايميل. مجرد ما ضغطت على الكود راح يفتح، راح يعطيك سكسسفولي على الايميل تبعك. هيك انت خلصت. بترجع على الشاشة هاي لشاشة التسجيل وبتكتب اليوزر نيم اللي كتبته، وبترجع بتكتب الباسورد اللي انت عملته. بتعمل ريمبر هون عشان كل ما تفتح يتذكر الجهاز الباسورد، ما تضطر تدخله، وبتعمل لوج ان. بس هاي اول مرة بتعملها تسجيل الدخول عشان تفتح معك الواجهة الرئيسية تاعت الأداة. هاي الأداة بالشكل هذا بتفتح معك. هذا الفيديو بدنا نمشي بمحتويات الأداة ونشرح المحتويات شو اللي متوفر فيها. الفيديو اللي بعده زي ما حكيت لكم راح أعمل تخطي لحساب آي كلاود لجهاز آيفون 7. أول شيء عندنا أول قسم اللي هو الكواليتوم. ما بدي أجي لأول قسم، بدي أروح على السيتنج أول شيء تحت. ليش هاي بدي أروح عليها؟ لانه اغلب الناس بتنزل الاداة بعدين بتصير تبعث لي بالتعليقات الجهاز غير متصل، الجهاز مش موجود، الكمبيوتر مش شايف الجهاز. فمباشرة بتتوجه للسيتنج وعندك هون انستول كوالكوم ميديا تك سامسونج سبيدروم، وهنا برضو للساين تو. بتنزل هاي التعريفات تاعت الاجهزة، بتنزل هاي التعريفات من هون موفريت لك اياها الاداة. بتضغط عليها بتبلش تحمل وبتحملها على الجهاز. بعد ما تخلص بتتوجه للجهاز او للاداة اللي انت بدك تشتغل عليها عشان تفك جهازك. بنروح على كوالكوم. عندك هنا اول ميزة اللي هي خدمة الفلاشر. فلاشر يعني بتعطي فلاش للجهاز، بتحط هنا ملفات السوفتوير وبتعطيها رايت فريموير عشان تعطي سوفتوير للجهاز. وفي هنا بتقدر تشيك على هدول الخيارات تحطهم، يعني اذا بدك اياه يعمل السوفتوير ويعمل اف ار بي مباشرة. في عندك هون بارت مانجر برضو فيها للاف ار بي، وبرضو للكونكت 9008 اللي هي بوضع الايديال. وعندك هون الانلوك، وعندك هون الانلوك للنتورك اللي هو هاي عشان تغير الامي، وعشان للسيريال والامي عشان تعمل رايت للامي الجديد. هاي كمان راح نشرح عليها فيديوهات عشان الناس ما تصير عندها اخطاء ومشاكل في الاجهزه. الخيار الثاني ميديا تك. هاي الميديا تك برضو ريموف اف ار بي، هاي التولز بوكس برضو عشان مسح الباسورد. هاي عندك خيارين، وعندك هاي للفلاش عشان تعمل سوفت وير لملفات سكاتر، وبرضو للايمي هاي برضو هون عشان تغير الايمي. بنروح على السامسونج برضو، هاي بوضع الام تي بي. هاي الخيار هذا الثاني للاجهزه الحديثه اللي ما بتاخذ نجمه مربع صفر
نجمة مربع، راح نشرح عندها برضو، راح نعمل فيديوهات عليها. برضو هاي ريموف عشان ريموف الباسورد والشاشة الرئيسية. هون وضع الـ ADB، هون وضع الروت Change CSS، هاي الداونلود مود، هاي في وضع الداونلود مود للأجهزة القديمة FRB. هاي برضو للسوفت وير، إذا بدك تعمل سوفت وير لجهاز سامسونج بتعطيه الملفات، الأربع ملفات، وبتعطيه فلاش من داخل الأداة. هنا عشان تنزل السوفت وير، وهي ميزة ممتازة جدا. مجرد ما أنت شبكت جهازك السامسونج بوضع الداونلود وجيت عملت بحث، راح يطلع لك نوع الجهاز، ولو كبست داونلود راح يبلش يحمل في الفلاش المناسبة للجهاز. وهي الميزة تقريبا يعني مش متوفرة في أدتين أو ثلاث بس بالكثير. بنروح على الإكسانيوم، برضو ADB root fast boot، وضع الفاست بوت والADL، وهنا السيلاودد برضو هاي الوضع، وهي برضو هنا لتنزيل السوفتوير للفلاشر. يعني ميزتها انه مش بس تخطي، برضو بتنزل سوفتوير. هاي برضو الICB remove password و FRB، وعندك هنا الايفون، خلي الايفون اخر شيء، هلا بنرجع للايفون. هنا الLG برضو، وعندنا هنا الهاي سيليكون برضو، وهي للسبورت. هلا خلينا نرجع للايفون، بديش طول كثير في الفيديو لانه فيها شرح كثير، الفيديوهات الشرح بتكون طويلة، بس عشان تشوف كل الخيارات. هاي خيار الايفون، عندك MDM وايفون باي باس. الفيديو الجاي راح نعمله على الايفون باي باس. لو اجيت ضغطت هون مباشرة راح تفتح عندي واجهة، وهاي الواجهة زي ما انتم شايفين روم اف دبليو رام ديسك فري تولز، يعني الاداة مجانية. نقرأ الجهاز، نعطيه الملف، بيعملنا الملف، بندخله على وضع الديفيو مود، وبنعطيه الفلاشة، وبيفتح الجهاز بدون اي كلاود. راح نعمل فيديو على الطريقة هاي. هذا كان شرح الاداة المختصر، بس حبيت اورجيكم الاقسام تبعتها. وعندك في الرابط التحميل مع اخر تحديث، وراح نعمل عليها الفيديوهات القادمة، راح نعمل عليها شوية فيديوهات. طبعا راح نضل نعمل لتي اف تي، راح نعمل لهاي الاداة على حسب الجهاز. المهم انه هاي الاداة مجانية، والكل بيقدر يستفيد منها ويضيفها للمجموعة تاعته للشغل. اذا الاداة هاي مثلا تي اف تي ما وفرتها، هاي بتوفرها كذا، بتكون عندك الادوات كاملة. ياريت اذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط لايك، تشترك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. بحب اشكر 7000 اخ واخت المشتركين معنا بالقناة، شكرا لكم، شكرا على تفاعلكم معي. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.